start did we start recording? Dr. Irene, you can start, yes. Okay. احنا معانا النهارده دكتور ايهاب المغربي. She is an associate professor of chemical engineering at the faculty of petroleum and mining engineering, Swiss University. She also works as a part-timer in the chemistry department at the American University in Cairo. She is the PI of the Enhanced Oil Recovery Lab at Swiss University. She received her PhD from Imperial College London, and she was one of the first Egyptian women to obtain a doctorate degree in petroleum engineering. هي دكتور ايهاب النهارده هتتكلم في السيشن عن three important topics that will help you through your way in pursuing a postgraduate study degree, self-learning, scholarship opportunities, and academic eligibility criteria. احنا بنرحب بدكتور ايهاب، اتفضلي يا حضرتك. Thank you, Dr. So good morning everyone, or good afternoon. إن شاء الله معادنا النهاردة هنتكلم على self-learning scholarship opportunities and academic. So هنبدأ الأول بأول حاجة هو self-learning. هنتكلم يعني إيه self-learning، إيه أهمية self-learning، طب وإن أنا أبقى إزاي أعمل self-learning. فأول حاجة إزاي يعني إيه self-learning؟ إن أنا معنى إن أنا أعمل self-learning يعني إن أنا أتعلم بنفسي، أنا يعني أنا اللي هحدد الـ own pace بتاعتي للـ learning، أنا اللي هقرر إيه الحاجات اللي ناقصاني وإن أنا هبدأ أتعلمها. طيب من خلال المحاضرة النهاردة هنشوف إزاي نوصل لـ effective self-learning، وايه المصادر والويب سايت اللي ممكن استخدمها للسيلف ليرنينج. فخلينا نعرف يعني ايه الاول سيلف ليرنينج. هو anything you learn outside the classroom. يبقى انت ما بتستخدمش كلاس روم ان انت بتتعلم، مش اليوجوال واي ان انت تروح الجامعه او تروح المدرسه تتعلم فيها. لا، انت بتحط الانفايرمنت بتاعتك، انت قدامك كمبيوتر وبتتعلم، او حتى ممكن مش لازم كمبيوتر. يعني لو هنقول اي ليرنينج يبقى انت بتستخدم كمبيوتر، لو مش اي ليرنينج يبقى انت بتستخدم ممكن اللايبرري او المكتبه او حاجه او كتب عامه. هي طريقه غير معتاده. زمان كانوا ممكن بيستخدموها شويه، بس ما جت فتره وما بقتش يعني ما بقاش عليها سبوت عالي. دلوقتي بقى في سبوت عليها، وبقى في كتير جدا بيلجأوا ان هم يستخدموها. طيب why is self-learning important؟ ليه هو مهم ان انا اتعلم self-learning؟ بنبدأ إن إحنا develop your problem solving skills. أنت بتبدأ إن أنت تشتغل على نفسك، إزاي أنا أطور مهاراتي، إيه اللي ناقصني. نعم، من الحاجات المهمة كمان اللي هي stress free، يعني مش عندك deadlines معينة لازم تحققها. بتختار الوقت المناسب ليك، مش معاد كلاس محدد لازم تحضره، فأنت بتختار الوقت المناسب الفري تايم ليك وإن أنت تبدأ تشتغل عليه. بتحقق رغباتك في التعلم، بتشوف ايه زي ما احنا قلنا ان هو ايه اللي ناقصني، وببدا ان انا اشتغل على الجزء ده فيه. بتختار الويب سايت اللي انت عاوزه، عندك كورسات كتير متاحه ان انت ممكن تشتغل عليها. you can study anywhere anytime، في اي مكان، في العربيه، في البيت، في الجنينه، في اي حاجه، في اي مكان انت ممكن تتعلم فيه. واخر حاجه ان هي كوست افكتيف، يعني ان هو مش بتكلف فلوس قد ما بيكلف الليرنينج للجامعه، او في ليرنينج لو حضرت كورس في الجامعه او حضرت كورس في وات ايفر المكان اللي هو بيقدمه، هتكون غالي بالمقارنه بان انت لو وصلت حققت يعني او دخلت على ويب سايت. تمام، او يعني طبعا مش اي ويب سايت، هي مصادر
معينة. وده يجينا للنقطة الثانية هنا، هو إن إحنا لازم ناخد بالنا take care. Take care ليه؟ All that glitters is not gold. مش كل، ليس كل ما يلمع ذهبا. يعني أنت ممكن تلاقي مصدر ويب سايت لطيف جدا بيقدم معلومات كويسة، بس في الآخر هي غلط، معلومات غلط. فيبقى لازم ناخد بالنا إحنا إيه المصادر اللي إحنا بنستخدمها عشان نتعلم. مش بس اي ويب سايت انا هقول ان هو كويس وهبدا ان انا اشتغل، لا لازم يبقى فيريفاي ايفرثينج، لازم اتاكد من كل خطوه اشغل دماغي فيها واتاكد ان هي ده خطوه صحيحه والكلام اللي هو بيقوله ده كلام معقول منطقي ولا لا. تاني حاجه ان انا اخد ميك يوز اوف ذا بير ريفيو اكاديميك داتابيس. ان انا هعمل داتا الداتابيس بتاعتي لازم تكون، لو انا هستخدم ويبس بحث علمي، فلازم البحث العلمي او موقع بيقدم ابحاث لازم الابحاث دي تبقى محكمه. لو بتكلم على مجله علميه لازم المجله العلميه دي تبقى محكمه، مش اي حاجه وخلاص، مش اي حد، لان اي حد ممكن يعمل ويب سايت وينشر عليه كلام هو مش حقيقي ومش صحيح. فلازم نبقى ناخد بالنا من المصادر اللي احنا بنشتغل عليها او بنستخدمها. عشان نتعلم في خطوات لازم ان انا اتاكد منها انا هقدر ان انا اتعلم واتبعها عشان اعمل سيلف ليرنينج. تمام، شويه نظري كده في الاول وبعد كده هنبدا نتكلم على المواقع ايه المواقع اللي انا ممكن اتعلم منها واروح لها، هي مواقع موثوق منها في التعلم. اول حاجه سيلف ليرنينج يعني اندبندنت ستادي، لازم تكون شخص اندبندنت، ما بتعتمد على نفسك، مش محتاج حد ينظم لك وقتك. طيب لازم لازم تتحقق الاول من السيتويشن بتاعتك حاليا، هل انت قادر ان انت تكمت وقت محدد ان انت منه تبدا ان انت تتعلم؟ يعني خلاص انا قادر ان انا احدد الوقت ده من حياتي ان انا اتعلم فيه، ولا هيبقى في حاجات داخله في التعلم ده، او في يعني مش حاجات بتاثر عليا، سواء حاجات عائليه او شغل او. فلازم ابقى عارف ان انا لازم اخصص الوقت ده وقت محدد للتعلم فيه، لازم اظبط وقتي في الموضوع ده. تمام، طيب ايه تاني لازم اتحقق من شخصيتي انا كشخصيتي؟ هل انا شخص مستقل؟ هل انا يعني منظم اورجانيزد؟ هل انا بحب ان انا سيلف ايفالويشن، اعمل ايه تقييم لنفسي، اعرف ان انا اشوف هل انا اتحقق؟ يعني دايما دايما بتقيم تعلمك، انا اتعلمت، انا ما اتعلمتش، انا كويس، انا حققت التارجت اللي انا عنده، هل انا في الاتجاه الصحيح، وهكذا. تمام، فدايما اقل شويه كده الكاميرا بدل ما انا ده عماله ظاهره في الفتح. طيب تاني حاجه هتحدد اهدافك، ايه هي الهدف بتاعي اللي انا هستخدمه ان انا عاوز اتعلم ليه؟ انا عايزه اتعلم مثلا، اول حاجه لازم اعرف ايه نقط الضعف بتاعتي اللي انا محتاجه اقويها. ممكن حد يحدد ان نقط الضعف بتاعته ان انا عايزه اتعلم لغه، انا عاوز اتعلم لغه تانية، انا عاوز اشتغل شويه على البرمجه بتاعتي. فيبقى انت حددت الجول بتاعك ان انا استخدمته ان انا عاوز انجلش اتكلم اتعلم انجلش اكتر، او اتعلم لغه اسبانيه فور اكزامبل. حددت الهدف بتاعي، بعد كده ابدا ان انا احط سيت اوف اكتيفيتيز، ايه الاكتيفيتيز اللي انا عارف؟ ايه المواقع اللي انا هستخدمها، احط تايم لاين ليها. تمام، طيب لازم تبقى عارف ان انت لازم تندمج في موضوع السيلف ليرنينج ده. هل انت زي ما بقولنا اندبندنت ليرنر، ولا بتحب الطرق التقليديه بتاع المدرسه، بتحب الديب ابروتش اللي انت بتطور نفسك، تحط طرق جديده، تضيف على اللي موجود، فانت ده اسمها ديب ابروتش، ولا انت بتعرف الحاجات العاديه، يعني بتحب الحاجات اللي هو السيرفيس ابروتش، الاستراتيجيك ابروتش اللي هو ايه، ان انا عندي تاسك معينه لازم اخلصها، عاوز احقق اعلى درجه، عاوز اقعد افتكر تو ميمورايز ايفري ثينج وكده. لا، لو انت من النوع اللي هو ايه، لا انا اهم حاجه عندي الدرجات، انا اهم حاجه عندي ان انا اخد اراجع الاكزامز اللي قبل كده عشان احقق درجات عاليه، على اي ميمورايز، انا عايز افتكر، لا دي مش الطريقه. يبقى انت كده مش هيبقى سيلف ليرنينج. لا، سيلف ليرنينج لازم تكون انت شخص مستقل، بتعتمد على نفسك، بتعرف تحط جولز لنفسك وتحققها، وبتحاول ان انت تطور
تعمل تويست كده، موديفيكيشن للطريق بتاعك. اخر حاجة عندنا لازم بعد ما انت تتعلم، مش هنتعلم وخلاص، لا لازم اقيم هو انا اتعلمت حقيقي، طب هل في حاجة ممكن اغيرها؟ على طول على طول انا بحاول ان انا اسأل نفسي اسئلة تقيم، اقيم بيها الطريق اللي انا مشيته، هل ده صح ولا هل ده غلط؟ هل ده انا فعلا اتعلمت؟ هل الموقع ده كويس؟ لا ولا لا؟ تمام؟ طيب هل كل السيلف ليرنينج ده حاجة بوزيتيف ولا في حاجات نيجاتيف في الموضوع؟ فخلينا نقول ان من السيلف ليرنينج الحاجات اللي هو ليها ديس ادفانتج، اول حاجه في الديس ادفانتج ان انت ما بيبقاش ليك انستراكتور بتبدا تتواصل معاه نادرا، هو في اوقات بيبقى الانستراكتور بيدي لك زي مثلا ايميل او بيبقى في جزء شاتنج ممكن تشتغل معاه عليه، بس مش بيبقى بالطريقه اللي احنا اتعودنا عليها في الجامعه او في المدرسه. اوكي، بيبقى عندك على طول حد متابعك او حد قدامك فيزيكالي قدامك، لا فانت دي طريقه بقى في بعض الناس وانت ما بتعرفش تعمل انتر اكشن معاه، ما بتبقاش عارف يدي لك فيدباك كويسه او حقيقيه. تمام؟ طيب تاني حاجه، فدي ساعات ما بيبقاش مريحه لبعض الناس. لو انت مش زي ما قلنا اندبندنت، هيبقى عندك مشكله في ان انت تتابع وممكن تبدا الحاجه وتوقفها ما تكملهاش. تمام؟ طيب يبقى احنا لا طب انا يبقى قيمت نفسي، لو انا لقيت نفسي ان انا اندبندنت فيبقى انا عندي الحاجه ممكن ان انا خلاص يبقى انا عارف ان انا هكملها، لو انا مش اندبندنت يبقى في هيبقى عندي مشكله وممكن في الاخر ما اكملش السيلف ليرنينج الكورس اللي انا بداته او كده. محتاج كمان ان هو يبقى سيلف موتيفيشن، يعني مفيش حد هيقول لك يلا انت الاكزام بتاعك درجاتك وحشه ذاكر، او انت مفيش حد بيتابع معاك، انت اللي بتتابع مع نفسك، فدي من بعض العيوب اوف ذا سيلف ليرنينج. حاجه كمان بيبقى مش كل، يعني لو هو مثلا جامعات، جامعه بتوفر سيلف ليرنينج ده مش بيبقى متاح لكل الناس، غير كمان ان انت لو مش عندك انترنت ستيبل فيبقى انت من الناس اللي مش محظوظه اللي هو مش هيعرف يعمل سيلف ليرنينج، فلان معظم السيلف ليرنينج دلوقتي بيعتمد على ان يبقى عندك انترنت كونكشن او نتورك ستيبل. بس في حاجه من المميزات بقى السيلف ليرنينج انا كتبتها غلط، ايه؟ لو انت فشلت محدش هيشوف ان انت فشلت، انت جبت درجات وحشه محدش هيعرف ان انت جبت درجات وحشه. تمام؟ فدي يعني هي مش من عيوب السيلف ليرنينج، بس يعني حاجه من النوتس اللي احنا بناخد بالنا منها في السيلف ليرنينج. طيب ايه بقى الـ sources of self learning؟ ها؟ في حاجات هتبقى مريت عليها او مريت بيها، يعني شفتها كده في الـ self learning. خليني اخد السلايد الثانيه الاول. اول حاجه في حاجه اسمها online learning tools. tools بتساعدني ان انا اوصل للـ self learning. اول حاجه جوجل سكولر. جوجل سكولر زي جوجل عادي، بس جوجل سكولر ده بيحقق لك اكتر كتب او بيوفر لك ابحاث، فانت ممكن تستخدم منه جوجل سكولر. ويب سايتس بس او حاجات علميه او ابحاث علميه بتبقى فيها توبك، لو انت بتدور على توبك علميه او ابحاث تقراها. خان اكاديمي او كان اكاديمي من الحاجات اللطيفه اللي فيها بعض الدروس الحلوه على حسب ما انت الفئه العمريه بتاعتك. تاني حاجه من السيلف ليرنج اللطيفه وهنتكلم عليها تاني قدام شويه هو دولينجو، اللي انت ممكن بتتعلم منه لغات، منها انجلش، منها لغات كتير جدا، اسباني، كوري، وات ايفر اللغه اللي انت عاوز تتعلمها، فده مصدر حلو جدا. حتى بعد كده هو عمل انجلش تيست، هنتكلم على اعتماده هل هو حلو ولا لا، ولا ادخله ولا لا، هنشوفه دلوقتي في الادميشن تو يونيفرسيز. نرجع بقى قبل كده ان انا قلت هسيبها، ايه بقى السورسز الثانيه؟ في سورسز بتوفرها بروفيشنال انستيتيوتس، زي لو انت مثلا مهندس كيميائي في حاجه اسمها امريكان انستيتيوت اوف كيميكال انجينير، لو انت الكتريكال انجينير في الاي تريبل اي، لو انت كيمست او بتدور على حاجات ليها علاقه بالكيمستري في رويال سوسايتي اوف كيمستري، او في امريكان كيميكال سوسايتي، زي ما هتشوف اللوجوز الموجوده دي مجرد هتكتب الاسم وتدخل على الموقع هتلاقي
ويبينارز متقدمه، هتلاقي فيديوهات، هتلاقي توبكس مشروحه، حاجات علميه لطيفه جدا ومجانيه لو انت طالب اندر جرادويتس، لو انت جرادويت ممكن بيبقى بتخفيض او حاجات، في حاجات مجانيه مش لازم يعني لاي حد. فدي من الحاجات المصادر اللي هو السيلف ليرنينج، بيديك شهادات يعني من الامريكان انستيتيوت اوف كيميكال انجينير فور اكزامبل، انا هقول عشان انا جربتها يعني. فدي من الطلبه بيدخلوا كورس سيفتي وبياخدوا شهادات ببروفيشنال ديفلوبمنت اورز معتمده مختومه من المؤسسه دي، فدي جزء لطيف جدا. والحاجات هو ممكن بياخدها فري يعني، انت كطالب تاخدها فري. اي ثينك الجراديويت لحد اول سنتين او 3 سنين بياخدوها اجين فري. طيب ايه تاني؟ وهكذا في كل المواقع دي يعني، رويال سوسايتي اوف كيمستري على طول فيديوهات ليها بتتكلم على الكيمستري، بتتكلم على تجارب الكيمستري، وات ايفر انت عاوز ايه بالظبط تطوره في نفسك. طب هناخد ليفل اعلى شويه يعني، يعني حد عاوز حاجات فيري فيري ساينتفك، مش براكتيكال بيز. مثلا هنلاقي ان هو كورسيرا، كورسيرا اونلاين كورسز، كورسات اونلاين متقدمه من جامعات كويسه جدا محترمه جدا، بتقدم كورسات، في كورسات كتير جدا فري منها لو انت من غير شهاده، لو انت عاوز بشهاده بيبقى بشويه بفي بسيطه. في عندنا كمان يوديمي وفي يوداسيتي، في كذا موقع من المواقع اللي بتقدم اونلاين كورسز مع جامعات معتمده ومحترمه زي الاي دي اكس. فدول من الكورسات من المواقع الحلوه جدا اللي انت تروح وانت واثق فيها في الكورس اللي انت هتتعلمه. في كورسات ممكن تاخد 6 شهور عشان تتعلمها، وفي كورسات ممكن تاخد شهر على حسب ايه بالظبط. طبق وطبق متنوعه جدا ولطيفه. طب لو انا حابب ان انا في جامعات بقى مش اونلاين يعني، مش هي بقى بتروح مع كورسيرا فيها كذا جامعه، لا مثلا عندنا ستانفورد بتقدم كورسات تبع ستانفورد خاصه بستانفورد، ستانفورد اونلاين، في كورسات مجانيه وفي كورسات بفلوس. ام اي تي اوبن كورس وير ده اجين بيقدم كورسات انت ممكن تحضرها وتطور مهاراتك. احنا هنا مش بنتكلم على كورسات انجلش، معناها كورسيرا فيها كورسات انجلش بس، الباقي كله مش بتكلم على كورسات انجلش، لا انا بتكلم على كورسات عامه في مهاراتك. مثلا في حاجات زي اورجانيك كيمستري، في حاجات زي داتا ساينتست، هاو تو بي داتا ساينتست، ممكن تاهلك ان انت تاخد سيرتيفيكت از داتا ساينتست من فروم زيرو تو هاي ليفل، اكشولي بيرفع لك الليفل بتاعك علي. ودلوقتي في طلب كتير على جزء الداتا ساينتست. طيب هل دي بتدي درجات؟ لا ما بتديش درجات علميه يعني، مش هتاخد دبلومه او ماستر او بي اتش دي، لا هي مش درجات علميه، هي جاست كورس تاخده خلاص، تاخد السيرتيفيكت بتاعته. لو انت عاوز درجات علميه، طبعا درجات علميه بتبقى في الجامعات نفسها، واللي احنا هنتكلم عليه ان احنا سافرنا بره. طب انا اخد ازاي احضر ماستر او بي اتش دي فروم اوت ابرود. طيب لا في ايه تاني؟ لو انا عاوز درجه علميه فدي ممكن هقولها كده از سايد نوت يعني، في جامعه اسمها يونيفرسيتي اوف بيبل، دي واحده انا شفتها هي جاست بيزد اونلاين وبتدي درجه علميه، بتدي باشلر اونلاين، بتدي ماستر اونلاين، بتدي دبلومه اونلاين من ضمنها ماستر اوف بزنس ادمنستريشن بقى باشلر او ماستر او دبلومه. فدي من الجامعات اللي انا شفتها بتدي درجه علميه، لكن معظم السيلف ليرنينج از جاست سيلف ليرنينج فور اور يو يعني، عشان تطور نفسك بس لنفسك، لتطوير نفسك، لتطوير مهاراتك، مش عشان تحقق درجه علميه محدده. نيجي للتوبيك الثاني اللي عندنا هو سكولرشيب اوبورتيونيتي. ناس كتير جدا انا اكيد بطور نفسي ومهاراتي عشان شغلي، عشان نفسي وحياتي، بس في ناس تانية بتحب ان هي عاوزه تسافر بره تحضر ماجستير او دكتوراه، مش عارفه توصل ازاي، مش عارفه ابدا منين. طيب بيبقى دايما الفند او التمويل ما بيبقاش متاح جدا ليهم، بيبقى مش هيعرف يبقى سيلف فاندد. طيب هيعمل ايه؟ هنحاول دلوقتي اوضح لك بس بعض السكولرشيب اوبورتيونيتيز اللي موجوده متاحه لينا احنا، لو هنتكلم شويه مصريين وغير مصريين كمان يعني، في من ضمن الحاجات اللي هعرضها دي لغير المصريين. وباي ذا واي من ضمن الحاجات من ضمن السكولرشيب، وانا هقول لكم انهي واحده فيهم،
انا قدمت فيها وويب سايت دخلت عليه وقدمت فيه وخدت السكول بي اتش دي سكولرشيب في جامعه المفروض ان هي جامعه كويسه امبريال كوليدج لندن، وسافرت وخلاص خدت الدكتوراه ورجعت وبقالي شويه يعني كتير حبه بس تمام. ايوه في حد فتح المايك تقريبا. تستخدم في الأرض كملي يا دكتور. الخارج. يا من اول، طب لو سمحت ممكن لو تقفل المايك. يبقى اول حاجه هتكلم عليها النهارده هو شيفنينج سكولرشيب. السكولرشيب دي على اي توبيك، اي في اي فيلد اوف ستادي. اكشوالي هي موجوده دلوقتي اس اوبن، هتقفل 2/11 بس اتس فيري هايلي كومبيتيتيف تمام، يعني عاليه جدا في المنافسه بتاعتها. معظم يعني الفرص اكتر للبنات، يعني ده اللي انا شفته ان هي تروح وتحضر فيها. محتاج يعني هو طبعا في حاجات العاديه بس محتاج ان انت تكون جايب على الاقل فيري جود، تبقى عندك 2 years of work experience. It's not necessary to put actual work experience. Sometimes they consider ال volunteering work. بس المهم في الاخر تبقى في حدود 2800 hours. بتبقى بتقدم، بتقول ان انت هتقدم في 3 جامعات وبتاخد يعني ايه الجامعات، تحدد ايه الجامعات اللي انت عايز تقدم فيها، وفي الاخر بتاخد المهم قبل 14/7/2022 تكون جايب unconditional offer. المقصود بـ unconditional offer انت تكون محقق كل الـ requirements بتاعت الجامعات. يعني الجامعة ممكن تقدم على الويب سايت بتاعتها وتقول لك it's accepted but conditional. conditional acceptance. المقصود بـ conditional acceptance يعني بيبقى فيه مطلوب انت ما حققتهوش، وغالبا بيبقى الـ English. يعني لو ما كنتش محقق درجة الـ English فبيديلك فرصة ان انت او ما بتكونش مقدم بسكور بأصلا English exam، بيدي لك conditional offer. بعد كده بتدخل الاكزام وتجيب السكور اللي هم عاوزينه، وبيحول لك من conditional ل unconditional. هو مقصود بيها unconditional يعني خطاب قبول نهائي من غير اي شروط متبقيه، انت محقق full condition، يعني مجرد ما انت تاخد شنطه سفرك وتسافر هناك وتبدا الدراسه. هي just master not PhD، ما بتقدمش PhD، master only. فدي من الحاجات اللي احنا قلنا هنعرض سكولرشيب اللي ممكن تقدم عليها لو انت حابب تحضر تحضر ماستر او بي اتش دي. فدي ماستر سكولرشيب. اللي بعدنا بعد كده ممكن ناس كتير ما تبقاش عارفاها حاجه اسمها مؤسسه القلعه للمنح الدراسيه، هو اكتر للمصريين يعني بس تكون ايجيبشن. السنه اللي فاتت خدت 8 قدمت 8 سكولرشيب في ديفرنت field music education engineering. This is from their website. An application must be an applicant must be under 35 years. You have minimum 2 years of work experience. معلش وده timeline اللي هنا timeline اللي بيبدأوا يعني مثلا هيبقى deadline دايما بيبقى في نص ابريل، بيبدأوا يعلنوا في نص January. الشورت ليست بتبقى في ماي، وبعد كده بيبدا بقى يعمل انترفيو، بيبقى اناونسمنت في جون وات ايفر. يعني انت لو حابب هتكتب مؤسسه القلعه وتدخل وتشوف ال دي ماستر اونلي. اجين this is a master only not a PhD. طيب ماستر كمان عندنا الشركه المصريه للتكرير بتقدم ماستر، وهي محدده لوكيشنز معينه اللي هيسيبوا. هي جاست وان ماستر، لا اما تبقى في مسترد يا اما في الخصوص يا اما في المطريه. اوكي سو يو كان بيزد اون يور اي دي، لو انت عندك لو انت في منطقه من المناطق دي بتروح وبتبقى بتقدم على الماستر. في ماستر تاني على طاقه، شركه طاقه بتقدمها لوان ماستر هو يير في الاوتوموتيف انجينيرنج، وبترجع تشتغل معاهم تقريبا لمده 3 سنين مينيمم لو انت اختاروك ان انت تسافر في الماستر. انا بحاول اجيب الاوبورتيونيتيز اللي انا اللي عارفاها واللي هو ممكن ما تكونش معروفه بالنسبه لي. طيب هل دول بس؟ لا طبعا في حاجات كتير جدا. ماستر وبي اتش دي يو اس 8
بتقدم ماسترز وبتقدم بي اتش دي وبتقدم كمان سفر بره، ودي حاجه كانت بتبقى دي لطيفه. بس هو دلوقتي ما فيش اعلان عن الماستر والبي اتش دي، هي خلصت. وكمان بتقدم منح للجامعات الخاصه والجامعات الحكوميه. تمام. طيب فدلوقتي هي مش دلوقتي مفتوحه، مفتوحه نوع معين بس، مش هو بس، هو مش ريليتد للي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. تمام. عندنا كمان فولبرايت، فولبرايت دلوقتي مقفوله مش مفتوحه، بس هي بتفتح ماستر وبي اتش دي. تمام. وبوست دكتور كمان، فيبقى تابع موقع فولبرايت. انا عن نفسي لو انا هعمل كده، بما ان هي سيلف ليرنينج، فهنبدا ان احنا هحدد لنفسي كل مثلا اسبوعين او ثلاث اسابيع هنبدا ان احنا هقول هحط لستة مواقع، وهبدا مثلا خلينا كل شهر عشان تبقى الدنيا يعني. نعم كل شهر شويه بعيد، بس يعني لو هنبدا بيها هحط لستة مواقع، هبدا كل موقع كده ابص عليه ايه المطلوب، ايه المطلوب، كل يعني هعمل زي تشيك كده لست كل شهر هبص عليها. لو انا بدور على opportunities، لو انا عاوز ادور، لو انت بالصدفه مش حاجه مهمه وده، ولو بالصدفه خلاص يبقى براحتك. أميد إيست also بتوفر ماستر وبي اتش دي وبوست دكتور. في مواقع تانية زي فايند ذا بي اتش دي، فايند ذا ماستر، ده مواقع. موقع تاني اللي انا بحبه هو jobs.ac.uk. it's not about jobs، مش بس فرص شغل في انجلترا، لكن دي فرص ممكن بي اتش دي. انا كنت في دماغي ان انا احاول ادخل معاكم الموقع ده ونبص عليه هيبقى شكله عامل ازاي. هو ده الموقع اللي انا قابلت فيه في مارس 2009، بعيد شويه. تمام. انا عارفه بعيد شويه، واتقابلت في البي اتش دي دي وخدتها في 2013. فjobs.ac.uk من المواقع اللي انا بحبها الصراحه. تمام. ولحد دلوقتي بتعمل اوفرنج للي بي اتش دي السفري. احنا عرضنا كذا موقع بيتكلم على الماستر، وبعد كده عندنا فولبرايت ويو اس ايد والاميد ايست بتوفر بي اتش دي كمان. وjobs.euc.uk is independent، يعني انت بتقدم والجامعات بتيجي وبتعمل بتعمل اعلان على الموقع ده، وبتحط على حسب التوبك بتاعتها. معرفش هو ايه رايكم ندخل نبص على شكلها عامل ازاي. بعد كده هيبقى خليني طب اخلص كده، وبعد كده هنفتح اخلص السايت اوف سكولرشيب، وبعد كده هفتح لكم jobs.ac. اعتقد ان هيبقى ان شاء الله عندنا وقت. يبقى ايه تاني ممكن ان انا استخدمه غير المواقع اللي انا عرضتها؟ من الحاجات اللي كان كمان بستخدمها في سكولرشيب، ان كل جامعه من الجامعات، لو انت تعمل لسته للجامعات اللي انت حابب تروح فيها، وكل جامعه انترنالي بتعرض جوه الجامعه بتاعتها جوه موقع الجامعه ايه لو في عندهم بي اتش دي او ماستر. بس الجامعات لو من الجامعات نفسها اتس هارد تو فايند ماستر، صعب ماستر الجامعات نفسها صعبه جدا، الا لو انت كلمت يعني في امريكا انا شفت حالات قدامي بيكلم الدكتور وبيقول له ان انا عاوز لامريكا مخصوص، لكن انجلترا واوروبا شويه ما شفتش حالات كده. لكن في امريكا كان مدرسين مساعدين، مدرسين يعني اسمهم مدرسين، بيكلموا مدرسين من الرانك بتاع اللي هو خد باشلر، تمام، مش مدرس تيتشر يعني. بيكلم السوبرفايزر ويقول له ان انا عاوز احضر ماستر، فالسوبرفايزر كتير بيعمل فند للماستر بتاعته، وبيروح ياخد سنتين ماستر والبي اتش دي في امريكا 4 سنين، الماستر في يو كي سنه واحده والبي اتش دي في 3 سنين او ممكن سنتين ونص تخلصها لحد اب تو 4 و5 years في اليو كي. يبقى اخر حاجه عندي في الموضوع اوف سكولرشيب ان انا ادخل على موقع الجامعات نفسها، كل جامعه انا حاطط لسته من الجامعات، ادخل على موقع الجامعات دي نفسها وابدا اشوف السكولرشيب اللي بتقدمها على الموقع او في القسم بتاعي، او ابدا اخاطب الدكاتره بي اتش دي. ممكن يعني ممكن في البي اتش دي من خلال مخاطبه الدكاتره تلاقي رد ان هو يبقى عنده تمويل،
وان كان هارد يعني بيحاول ان هو يفضل اتحاد اوروبي لو انت بتتكلم على اليوكي او او بي او بيفضل يوكي طبعا يعني اما هو يكون انجليزي او اوروبا تمام. طيب وهل ده معناه مش مستحيل؟ لا مش مستحيل تمام. خليني معلش عشان اكمل هرجع بعد كده الموقع jobs.ic.uk بس اخلص الاول الاكاديميك eligibility كرايتيريا. ايه بقى انا قدمت يعني انا عاوز اقدم على قبل ما اتكلم على سكولرشيب اصلا يعني المفروض ده ممكن كنت اعرضه قبلها. لا قبل ما تقدم على سكولرشيب في اي جامعه او لازم تتقبل يعني مش احنا لما بنقول هات اوفر انكونديشنال اوفر من الجامعه عشان تاخد فند. طيب ازاي احصل على انكونديشنال اوفر؟ بيبقى عندنا حق اكاديميك ان انت تحقق الشروط الاكاديميك والجزء اللانجوج. طيب بالنسبه للجزء اللانجوج عامه خلينا نبدا باللانجوج هو ده دايما اصعب حاجه. ففي اللانجوج هتلاقي دايما في ليست من الاختبارات اللي بتحقق انت عاوز تثبت لهم يعني انت هتروح هتدرس بالانجليزي فلازم تثبت لهم ان انت قادر تتكلم وتدرس ومش هيبقى عندك صعوبه للتعلم باللغه الانجليزيه. فهم حددوا ان مثلا ان في درجات معينه اختبارات معينه هم بيقبلوها ودرجات من كل اختبار هي دي اللي بتكافئ او اللي بتقول ان الشخص ده قادر ان هو يدرس من غير اي مشاكل في اللغه الانجليزيه. من ضمن الاختبارات اللطيفه اللي لسه جديد داخله السنه اللي فاتت اي ثينك او يعني من ساعه كورونا كده دولينجو انجلش تيست جديد جدا وانا فوجئت ان في جامعات في اليوكي بتقبله وجامعات كتير في اليو اس اي بتقبله لكن في كمان جامعات في اليوكي بتقبله. فدولينجو انجلش تيست از فيري لطيف حاجه جديده بتبقى اونلاين يعني مش بتروح سنتر معين تمتحن هو ب $50 بتفتح لمده ساعه بيبقى امتحان 45 دقيقه ديفرنت فور سيكشنز ومن ضمنها 10 minutes video recorded conversation يعني open questions وانت بتبدأ ان هو يسجل بيجي لك الريزلت في خلال يومين ومعترفين بيه في كذا جامعة. فخلينا نشوف كده طبعا غير الايلتس the well known ايلتس and the TOEFL يعني تمام يعني احنا خلاص اتحرينا TOEFL وايلتس وحاجات كده احنا عارفينها بس من الجديد اللي هو الدول انجلش تيست. بس خلينا نقول ان احنا قبل ما نقدم يعني سنة بسنة يعني قبل ما ناخد التست بتاع دولينجو او كده لازم ندخل على الجامعه نتاكد ان هي بتقبل دولينجو لان هي بتقبل سنه سنه زي ما هنشوف تست ات اكسبتد فور 2021 انتري تمام. لما تيجي بقى 2022 ده كلام تاني تمام. فيبقى لازم لما ندخل الجامعه نتاكد قبل ما نقدم او قبل ما تدخل التست ده ان هما هيقبلوه على الدو بيقبلوا الدو لانجوج انجلش تيست وبيحاطين الستاندرد ليفل وحاطين الهاي ليفل قد ايه السكور ليك. وزي الايلتس هتلاقي 6.5 اوفر اول لازم مينيمم 6 ان افري اليمنت يعني ممكن حد يجيب 7 في اليمنت لان احنا عارفينها ان هي 4 سكشن في الايلتس والتويفل 4 سكشن فلازم في كل سكشن من السكشنز دي تبقى جايب مينيمم 6 او في الهاي ليفل تبقى جايب 7 اوفر اول و 6.5. طب مين اللي بيحدد ستاندرد ولا هاي ليفل؟ الديبارتمنت نفسه. كل في ديبارتمنت مثلا دايما تلاقيه البيزنس واللو والحاجات اللي هي فيها انجلش كتير جدا معتمد عليها بتلاقيه دايما بيطلب هاي ليفل. اوكي؟ على عكس مثلا الانجينيرنج والحاجات اللي فيها براكتس شويه بيبقى ممكن يطلب اللو الستاندرد ليفل. التوفل زي ما احنا شايفين 92 اوفر اول مينيمم 20 في الهاي ليفل اهو هيطلب هاي ليفل بيبقى 100 والمينيمم مينيمم لكل ايتش اليمنت 22 ما ينفعش يعني ممكن تجيب زي ما بقول لك ممكن تجيب 7 في 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 واحده وتجيب مثلا 5 في واحده فالتوتال كله هيبقى مثلا يديك معاك 6.5 او 6 يعني كمثال مش هيبقى لك يعني حتى لو انت جايب 6.5 لكن في اليمنت فيها انت جايب 5.5 مش هتتقبل لازم تجيب 6 في كل واحدة جبت أكتر من 6 أوكي لكن جبت أقل من 6 في أي element مش هتبقى. This is language this is about English language requirement ودي مطلوبة في كل الجامعات USA UK معظم الجامعات
بتطلب انجلش لانجوج، ولازم ان انت تحققها عن طريق السكورات اللي احنا قلنا، او اللي هو الدولانجوج الدولينجو انجلش تيست او الايلتس او التوفل. وكان حابه ان انا اعرف لكم الدولينجو على اساس ان هو حاجه جديده، ونبقى اب تو ديت يعني للحاجات الجديده اللي لسه نازله، اعتقد السنه اللي فاتت او من سنتين لسه بادئين ان هو يبداوا ان هو ابروف ات كطريق للاونلاين عشان الكورونا والقفل وكده. فبدا طريق للاونلاين في جامعات كل سنه بتقول انا قبلها، يعني في لقيت في جامعات وانا ببحث النهارده لقيت في جامعات في 2022 قبلينها وقايلين ان هو ابلاي اكسبتد فور ادمشن 2022 2023. زي ما بيقولوا كل جامعه بتبدا ان هي تحدد هي هتقبل، خصوصا الدولينج، يعني مفيش كلام على الالت او التوفل، مفيش كلام. بس الدولينج ده محتاجه بما اني عرضته فلازم اعرض كل حاجه بخصوص الامتحان ده اللي انا وصلت له. الجزء الثاني اللي هو الاكاديميك ريكويرمنت، انت كاكاديميك ريكويرمنت ايه المطلوب منك؟ اول حاجه مطلوب منك لو انت بتحضر، لو انت بتقدم على ماستر لازم تكون جايب فيري جود او جي بي اي اكوموليتيف جي بي اي 3.5. ده مهم من الحاجات المهمه في يعني الادمشن. ايه تاني؟ طب لو انا بقدم على ماستر ساعات بيطلبوا، لو انت مقدم عسر اقدم على بي اتش دي بيطلبوا ان الماستر بتاعتك تبقى very good or better، والباشلور كمان تبقى very good او افضل من ال very good. طيب الاكاديميك الجبلتي كرايتيريا، لو قلنا لو هو لو انا هقدم على البي اتش دي هل انا لازم ان انا اعمل بحث في الماستر؟ اكشوالي اتس نوت، لا مش لازم ان انت تعمل بحث في الماستر. طب لو انا مقدم هل انا اصلا لازم ان انا احصل على ماستر؟ لا مش لازم ان انت تحصل على ماستر. طيب ممكن ان انا هل يعني طب ازاي يعني مش لازم ممكن احضر بي اتش دي من غير ما يبقى عامل ماستر؟ أنا حاسة إن في مشكلة في الصوت. هل في مشكلة في الصوت يا جماعة؟ سامعين حضرتك يا دكتور؟ ألو؟ تمام تمام الصوت دكتور الحان. مين حضرتك؟ الصوت تمام، الصوت تمام دكتور. طيب اوكي. لو انا هقدم على بي اتش دي مش لازم ان انا اكون حاصل على ماستر او عامل بيبر في بحث في الماستر، بس ولكن انت بتقدم على سيلف فاندد، انت اللي بتدفع الفلوس بتاعت البي اتش دي، ولا انت اللي بتدور على سكولرشيب؟ لو بتدور على سكولرشيب يبقى ماستر از ا ماست، تمام؟ انت از ا فيري هايلي كومبيتيتيف، في ناس كتير بتقدم معاك، فيبقى الليفل اوف الليفل اللي احنا بنتكلم عليه للكومبيتيشن عالي جدا، وبالتالي لازم تبقى فيت. ريسيرش بيبر ات ويل بي ا بلس اند ات ويل بي ا جريت بلس، تمام؟ يعني هيبقى هتدي انديكيشن للسوبرفايزر بتاعك ان انت اوريدي مريت بمرحله ان انت كتبت ان انت ريكوايرد في البي اتش دي ان انت تعمل ابحاث، فيبقى انت مريت بالمرحله دي، عارف الطريق اللي هو بتستخدمه ازاي تكتب بحث علمي في البي اتش دي، فمش هتتعب. فيبقى لو انت بتتكلم على سيلف فاندنج بي اتش دي فيبقى انت مش لازم تبقى ماستر. في ناس اكشوالي انا لقيت حضروا على طول بي اتش دي من غير ماستر، ما يبقى معاهم ماستر. لكن لو احنا بنتكلم على فاندد اوبورتيونيتي ف عشان تبقى competitive enough paper research paper 1 2 whatever مهمة جدا، هتدي indication لان انت بالنسبة من الحاجات كمان الإضافية طريقة ال personal skills بتاعتك ازاي في interview، هي هتعمل لك interview لو انت عندك، هيتعمل لك interview ازاي كانترفيو، في الانترفيو ان انت تبقى قادر تثبت نفسك، تعبر عن نفسك، تعرف تتكلم بالانجلش كويس. لما نيجي نعمل حاجه مهمه جدا عايزه اتكلم عليها، انا وصلت للثانك يو، بس يعني خلينا نتكلم بس بعيدا عن الثانك يو شويه.
ان انا دلوقتي لو انا لو انا عملت انترفيو، مهم جدا ان انا لما اجي اعمل انترفيو مع الدكتور ابقى عارف كويس قوي الابحاث ويفرح جدا وانا بكلمه لو انا كلمته على الابحاث بتاعته. دي حقيقه، دي انا عملتها مع في الانترفيو. يعني انا لما قدمت في find jobs.ac.uk جالي الانترفيو وحضرت انترفيو معاهم، كنت عملت بحث عن السوبرفايزر ده بيشغل في ايه، حابب ان هو يشتغل في ايه، وكلمت معاه في كده. كنت ناشره بحث علمي من الماستر بتاعي، كنت خلصت الماستر وبرشه بحث علمي من الماستر. هل انا دورت شهر؟ انا قعدت ما لا يقل عن سنتين انا بدور على بي اتش دي سكولرشيب. تمام، هو واضح ان دكتور رحاب في مشكله في الانترنت، واحنا بنحاول نكونتاكت هير و وي ويل جيت هير سون ان شاء الله. ايوه معايا يا جماعه. اهلا يا دكتور، احنا كنت معلش. انا هو احنا وصلنا للثانكيو، بس انا هكمل شويه بعد عشان اللابتوب فصل، فاحنا هنكمل بالموبايل اصلا دلوقتي. فمهم جدا وانا بدور على وانا بعمل انترفيو ادور بالظبط السوبرفايزر كان شغال فين، شغال في ايه بالظبط، ابقى قادر عامل هوم وورك بتاعي للحاجات، اكون مستعد. سواء بقى الانترفيو ده هيبقى في مصر مثلا مع جامعه، في مع مثلا فول برايت، مع اميت ايست، مع وات ايفر، مع البعثات المصريه. يعني في ناس بتقدم تبع البعثات المصريه، سواء ده او سواء انا هقدم على سكولرشيب ابرود وهيبقى الانترفيو اونلاين او هيبقى تو فيس تو فيس وات ايفر، لازم ابقى محضر نفسي للابلكيشن بتاعتي، ايه اللي انا كاتبه في الابلكيشن، ايه اللي انا عارفه كسوبرفايزر بيشتغل في ايه، انا عاوز اعمل ايه، انا اقدر اضيف ايه، وهكذا. تمام، اتمنى يكون السيشن مفيد. انا حاولت خلصنا بدري شويه بحس لو في اي كيو اند اي انا معاكم، وبعدين واسفه بقى على الانتربريتيشن الانتربشن اللي حصل. طبعا يعني بنشكر حضرتك يا دكتور يعني على السيشن بجد. قد ايه شفنا ان في برضه كمان يا استاذه هجير. ايه دكتور عندنا اسئله دكتور. اكيد اتفضلي. دكتور احنا عندنا سؤالين بس، كانوا حد بيسال على فكره الايلتس سكولز المطلوبه والحاجات اللي حضرتك ذكرتيها. بص الايلتس عامه السكورز بتختلف من جامعه للثانيه. في جامعات يعني بس يعني اللي انا لاقياه دلوقتي الرينج ما بين 6 ل 7. يعني في ممكن تلاقي جامعات تقبل 6 لحد جامعات زي كامبريدج وكده بتقبل 7. كله على حسب قوه الجامعه. معلش انا اسف. تمام، هو لا انا بيتوقع كان في حد ردد كمان على شيفنج ان هي بتطلب ساعات يعني سكور وساعات لا. في حد بيقول ان هو متشكر قوي لحضرتك على المحاضره الاكثر من رائعه. في حد رافع ايده، محمود نصار اتفضل. يعطيك العافيه يا دكتوره. أحلى. بس انا حابب اسال عن منحه الداد، يعني انت ما حكيت عنها منحه الداد، فبدي اسال. انا سمعت مؤخرا انه هم تقدر تاخذ منحه الداد عن طريق الايلتس، يعني انك تدرس الماني بالانجليزي مش محتاج انك تاخذ الماني، فهل هذا الشيء صحيح ولا؟ بص انا كان عندي تفاصيل اكثر. معلش انا الداد هو انا يعني مش ما عملتش كل حاجه، اكيد انا متاكده ان في سكولرشيب كتير وقعت مني، مش بس ده اللي موجود. دي حاجه
من اللي انا افتكرتها واللي انا لقيتها في طريقي، لكن في حاجات تانية كتير، في حاجات في ساوث كوريا، في حاجات في اليابان، في حاجات في ال في فرنسا وفي المانيا زي ما منها الدي دي. تمام. المنحه دي انا كان عندي طالب معيد معانا عندي في الجامعه وسافر على الدي دي. هو انت بتاخد ايلتس، هو كان واخد ايلتس بس لازم يدرس جيرمن. ده اللي انا شفته، ان هو قعد قبل ما يسافر شهرين او ثلاث شهور بيدرس الماني عشان يحقق لغه معينه. يعني دي اصلا من متطلبات الفيزا، يعني ان انت يعني لو دخلت على السفاره الالمانيه او الدي دي او اللي هو بيقول لك ازاي ايه المطالبه عشان تبدا ان انت تدرس. يعني لو حتى انت سيلف ستادي، يعني انت هتروح بنفسك تدفع الفلوس، مش تاخد، انت عارف المانيا الدراسه فيها رخيصه، يعني 500 يورو انت بتدرس بيها. 500 مشكله المانيا في الاقامه، يعني عشان تبقى في الاقامه تاخد في حدود 80,000 او 90,000 تقريبا الاقامه بتاعتك. فالمنحه بتوفر لك، غير طبعا فلوس، بتدي لك فلوس شهريه واقامه ومصاريف الاقامه. فده المنحه اللي بتوفره، بس المنحه ما تقدرش تخطى الريكوايرمنت بتاعت الجامعات. فالريكوايرمنت الجامعات بتطلب ليفل معين، على ما افتكر ان هو بي سمثينج، بي 2 اي ثينك، بس مش متاكده. تمام. فدي انا متاكده ان هو ده لسه مسافر، يعني اللي انا بكلمك عنه لسه مسافر من سنتين او سنه ونص تبع الدي دي. في سؤال تاني من سلمى، اتفضلي. هو دكتور، في جامعات بتطلب حاجه اسمها بوست جراديويت ورك اكسبيرينس، فهل ده شغل فعلي ولا بيبقى تطوعي ولا ايه؟ شكرا. في حد كتب بي 1، المطلوب بي 1 اللي هو بصي شغل فعلي. الافضل ان هو يكون شغل فعلي، بس هم انا اللي انا شفته من الناس ان هم بيقبلوا working experience. بس هل انت تقدري تحققي انا قصدي volunteer experience، هل انت تحققي ال volunteer experience دي تبقى 2800 hour؟ فهل انت تقدري تثبتيها؟ لو قدرت تثبتيها it's fine. اوكي، ما اعتقدش ان هم هيقولك لا. بس مهم، يعني لو انت بتتكلمي على شيفنينج، مهم جدا جدا الشخصيه، مهمه جدا، بتفرق. يعني شفت اللي اتقبلوا شخصياتهم عامله ازاي، او ازاي انت تبقى اندبندنت، وازاي ان انت تبقى سيلف ليرنر وقادر ان انت عارف طريقك وعارف انت عاوز تحقق ايه وعارف تو ادفيرتايز تو يور سيلف. ففي شويه كده متطلبات غير بس الفولنتيرنج. يعني لو انت حققتي العمل اللي هو 2800 اور اللي هو سنتين او كده، لا لازم كمان يبقى معاها البيرسونال سكيلز. تمام. يعني مثلا شيفرنج او كده دي مش هينفع اقدم عليها الا لو مثلا عملت الورك اكسبيرينس المطلوبه، لان هيبقى صعب اثبات الفولنتيرنج 2800 ساعه. بالظبط بالظبط بالظبط. مش هتتقبلي، الكومبيتيشن عاليه جدا في شيفرنج. انا ناس كتير انا بعمل لهم ريكومنديشن كل سنه وما في يعني قليل جدا، يعني لو كل مثلا كام سنه، لما 3 سنين مثلا لما الاقي حد منهم ممكن بيكون اتقبل او دخل فاينل. طب دكتور معلش، هو يعني دلوقتي ان انا اشتغل وبعد ما اشتغل احضر ماستر، هل دي حاجه كويسه ولا انا كده باخر نفسي مثلا او كده؟ هي الفكره ان انت عاوزه تعملي ايه. يعني بصي، خلينا نقول ان احنا مش بنحضر ماستر فور ذا لاف اوف ماستر، او فور ذا لاف اوف بي اتش دي. انا بحضر، ودي المفروض اللي تفكيرنا ان احنا يبقى صح ليها. احنا بنفكر بتفكير انا عاوزه احضر ماستر وخلاص، انا عاوزه احضر بي اتش دي وخلاص. لا، المفروض ان تفكيري انا عاوز احضر ماستر او بي اتش دي ليه، واي، يعني ايه الهدف منه؟ هل ده هيفرق معاك في البوزيشن في الشغل بتاعك؟ هل ده هيخليك توصل لشركه تانية او ليفل تاني اعلى؟ لو ده هو اللي هتوصل له اتس اوكي جو اون، يبقى انت عارف طريقك وحضر ماستر وحضر بي اتش دي. لكن لو ده هيسبب ان انت هتاخر وهتروح تحضر ماستر وهترجع مش هتلاقي شغل، ما هترجع لازم ترجع مثلا مصر، مش هتلاقي ان انت او هترجع البلد بتاعتك مش هتلاقي حاجه معينه تعملها، ما ليكش خطه، فلا ما تعملش كده. طيب،
طب برضو معلش السؤال هو يعني احنا بالنسبة لي انا عشان لسه فريش جراديويت فقدامي بتبقى لسه المجالات محدش يعني محدش بيبقى عارف هو هيبقى كويس في ايه، فانا لو جات لي مثلا منحة في مجال بس انا حابة مجال تاني، فهل حضرتك ترشحي ان انا اخد المنحة دي ولا ايه؟ يعني حابة مجال تاني. طيب لو هتاخدي منحة في مجال وانت المفروض او حابة مجال تاني، عندك حاجة من حاجة من الاثنين المفروض ان انت عارفاهم. اول حاجة ان انت تاخدي المنحة اللي هي في المجال اللي انت مش حباه او اللي هي موجودة، ان انت تلاقي منحة في المجال بتاعي غالبا بيكون مجال عليه اقبال كتير، فيبقى الكومبيتيشن بتاعك فيه هتبقى عالية قوي، تمام؟ فان انت تلاقي منحة في نفس المجال الحاجة بتاعتك اللي انت عاوزاها صعب جدا، يعني مثلا 99% و9 من 10 مش هتلاقيها، تمام؟ فتقبلي سؤال الحاجه الاضافيه طول ما هي مش هتاثر، يعني انت مش هتقبلي على الحاجه الاضافيه. يعني مثلا انت عندك كوميتمنت مثلا في مصر، ماشي؟ وهتضطري هتبوظيها لان انت هتسافري للماستر دي او للبي اتش دي ده، فلا، فانت مسافره على حاجه انت مش حباها قوي، وهتبوظي حياتك في مصر وهتبوظي حياتك بعد ما ترجعي. فاوزني دايما، بحب ان هو ايه هو البنفيت وايه هي الريسك، فاوزني البنفيت فيرسز ذا ريسك، هل البنفيت وورث ذا ريسك ولا لا؟ لو هي وورث ذا ريسك وهي دي فعلا الحاجه اللي انت عاوزاها، جو اون. لكن لو هي الريسك بتاعها دمري حاجات كتير قصادها، فلا. ماشي؟ يعني سؤال تاني من محمد رضا، اتفضل. تمام، شكرا شكرا يا دكتور على الفقره الجميله. سؤال لحضرتك، بما انك يعني كيميكال انجينير في الاول والاخر، انا برضو نفس التخصص لسه فريش جراديويت، المجال نفسه ممكن يسبب توهان شويه لانه هو متشعب. حاليا انا مش عارف احدد ايه التراك اللي اكمل فيه او اركز عليه، لان زي ما حضرتك عارف في بيتروكيميكالز وفي فيرتلايزرز وفي معرفش في كذا حاجه. فممكن بس حضرتك تعرفينا ايه هو التراك اللي عليه طلب، او ايه هو التراك الانسب اللي انا هحس ان انا مش هضيع فيه وقت. طيب السؤال، انت بتتكلم على شغل ولا بتتكلم على ماستر ولا بتتكلم على بي اتش دي ولا بتتكلم على ايه؟ هدفي ان انا ابدا شغل واحضر ماستر يفيدني في الشغل، يعني انا مش ناوي اكمل في المجال الاكاديمي للاخر، لا انا ناوي اكمل احضر ماستر بحيث انه يفيدني في الشغل، لان انا اعرف وتعاملت مع مهندسين كتير في شركات بتروكيميكالز كانوا بيحضروا الماستر وهما في الشغل وعلى اساسهم بيستفادوا. تمام، يبقى الاول يعني لو انت هتحضره عشان يفيدك في الشغل، انا رايي ان انت تشتغل في المكان اللي انت هتشتغل فيه، وبعد كده تشوف المجال اللي انت هتشتغل فيه ايه ومتخصص ايه، وتبدا ان انت تحضر فيه على اساس ان هو يجبرك ان انت تقرا زياده في الموضوع، ويبقى عندك افيلبل داتا تقدر تستخدمها في الماستر بتاعك. لو انت مجالك البتروكيمياء وانت عاوز ما تضيعش وقت ولسه هتدور على شغل وعايز تستغل الوقت اللي هو قبل الشغل ده، او بتتكلم على ماستر مثلا في مصر، فانت هتبدا انت تتكلم مع السوبرفايزر فهتختار الموضوع، لان هو بره لو هو غالبا ما بتختارش الموضوع، لان هو لو انت هتروح فاندد فما بيبقاش في اختيارات للموضوع، تمام؟ فلو انت بتتكلم في مصر فالبتروكيمياء جنرال، لو انا اتكلمت على حاجه ليها علاقه بالميثان، تمام، او ليها علاقه بالغاز عامه، يعني امونيا لطيفه جدا، حاسه ان هي داخله في هيدروجين برودكشن مثلا، او سين جاز، حاجه ليها علاقه بالناتشرال جاز والسين جاز، ممكن ده توبيك من التوبكس اللي هتلاقيه في كذا موضوع، يعني هتلاقيه داخل في الامونيا، داخل في صناعه الميثان، هتلاقيه الميثانول، انا اسفه، هتلاقيه دلوقتي بيتكلموا ان هم يعملوه عشان ترانسبورتيشن، ان انا اخد هيدروجين وانتج بلو هيدروجين، فداخل في كذا حاجه، تمام. حاجه تانية بقى تنقيه الغاز، يعني انت تعمل بيوريفيكيشن او دي هيدروجين بتاع الغاز، بس كده. وخليني استوب على كده، ولو بقى عايز تفاصيل زياده ممكن تكلمني عشان ما يبقى التخصص، هتلاقيني اتكلمت كتير في التخصص، انا خايفه ان انا اقفل الدنيا لحاجه بعيده عن البي اتش دي، بس تمام. كويس، وضحت كده، متشكر جدا. هناخد سؤال أخير من إيمان، تفضل. يعطيكم العافية. بدي أسأل أنا عن صراحة البعث اللي أنتوا ورجيتونا إياهن، فول برايت وشيبنينج، كثير يعني إشي مفيد ومهم، لكن أنا مبلش في دكتوراه مسبقاً من سنة،
بإسبانيا، وكنت أقدم يعني بدي فند بس، ما بدي يعني سكولرشيب كاملة. فشفت على موقع الجامعة نفسها بعطوا فند لكن مش مناسب إلي، يعني التفاصيل ما بتنطبق علي. فحبيت أعرف إذا في موقع إنه ممكن يقدم لي فند، ويعني ما له علاقة وين أنا بقرأ بالضبط، سواء أنا بدرس في إسبانيا أو في أي دولة، فإذا في موقع بعطيني فند يا ريت. للأسف ما أنا ما أعرفش موقع بيدي فند غير لتارجت معين، لحاجة معينة. يعني مثلا فند هتروح للماستر في الجامعة دي، فأنت اتقبلت أصلا من الأول لماستر بالجامعة دي، أو أنت رايح لبي اتش دي في الجامعة دي، فهو يديك فند للجامعة دي. بس أعتقد ما بين أسبانيا، أنا مش ما بين أسبانيا وما بين الدول العربية في زي تعاونات كده، زي إيراسموس أو هورايزون 2020 أو الحاجات دي، بيبقى في حاجات شبهها السوبرفايزر بتاعك ممكن يقدم فيها وتتقبل. كان مثلا كتعاون ما بين الجامعة بتاعتك في الدولة العربية والسوبرفايزر ده أو حاجة زي كده، فأنت ممكن تدور في الاتجاه ده. يعني أنا حقيقي مش عارفة أقدم تفاصيل، بس ده اتجاه من الاتجاهات اللي ممكن تدور فيه، اللي هو الإيراسموس والهورايزون 2020. غير كده انا مش حاجه في دماغي خالص ان هي ان تقدم على فند. يعني في ناس مثلا هقول لك، في ناس بيتقبلوا اصلا بي اتش دي بياخدوا ان كونديشنال اوفر من الجامعه وما يبقاش عندهم فند ان هم يسافروا يحضروا، ما بيلاقوش سكولرشيب، لان هو ما بتبقاش بالطريقه دي. سكولرشيب ما بتمشيش بالطريقه دي، يعني مش انت تقدم الاول وبعدين تدور على سكولرشيب. دكتورة ريحان، نشكر حضرتك جدا على انا بس عايزه اضيف حاجه، بس معلش ثانيه واحده. في منحه انا نسيت اسمها نيوتن مشرفه، دي بتقدم بي اتش دي في اليو كي، ابقوا تابعوها على موقع البعثات. تمام، فهي نيوتن مشرفه ده من الحاجات الكويسه. دكتور ايرين عارفاها اكيد. ميرسي قوي دكتوره على المعلومات القيمه. هو في كذا حد على الشات بيشكر حضرتك، ويعني لو حد عايز يتواصل مع الدكتوره رحاب طبعا في اي وقت هي بتدور. ميرسي يا استاذه هديل. شكرا لحضراتكم، شكرا جدا، واعتذر عن التاخير واللخبطه اللي حصلت. ميرسي يا فندم. استاذه هديل. اي دكتور. دلوقتي احنا بريك. اي هو بس انا عايز اسال بالنسبه للبريك كم مدته يعني هيكون؟ هو احنا البريك مدته ساعه ان شاء الله، يبقى من الساعه 1 لحد الساعه لحد الساعه 1 ونص ان شاء الله. هنرجع الساعه 1 ونص مع محاضره الدكتوره سماح. تمام تمام طب انا ممكن اسال التنظيم حاجه معينه؟